العربية السعودية. مساء لما تكلمني عن حسين مسلم. حسين مسلم بالفترات السابقة كلهم كانوا يسمونه جاسوس حولي. أولهم بصقر. الحين ولا واحد يقدر تجرأ يقول هالكلام. الحين أي بطولة تصير أي مناسبة بس أنت العكس. بس أكمل ورد عليه. عكس صحيح. لكن ما كنت تكتب عنا جاسوس حولي. أنا أكتب. كنت تكتب ولا لا؟ أكتب. أنا أكتب. ما شنو لحظة. ما قلنا لك شيء. ما قلنا لك. كان صار العكس. ما قلنا لك شيء. قاعد. لا. وش يقول الحين؟ اسمعني. وش يقول الحين؟ يقول ولا واحد يقدر يكلمه. لا لا يحاكي. تقدر تقول جاسوس حول الحين. قول جاسوس حول. غير غير مساره. قول جاسوس حول مساره. مشاعر لا لحظة. غير مساره. لحظة أبو علي. غير مساره. إيه. معناته كلام معناته كلامي صحيح. مشاعر. ما حد يقدر يقول أنا. مشاعر. إيه. أنا أقول خلينا مشاعر. يا أخي أنت الحين أنت خلاص. أنا كمل خلنا. أنت صارك مدرب. أو كمل. زين خلنا نكمل. خلنا نكمل. أبو علي أبو علي أبو علي. هل أنت تدري؟ لا دقيقة. اللي قبضوا على ولا معرفي. ما عليه. اللي قبضوا على ولا معرفي ما صاروا. ما قلنا عنهم والله ناس وطنيين. إذا تضايق ما يخليك تكمل. ما قلنا عنهم يا أخي يا أخي أنت أبو صقر أنت أنت قاعد تقول لي خليني أقول لك خليني أقول لك تقول لي ما يا حبيبي كان حول يا حبيبي تعدل الرجال يا حبيبي اسمعني اسمعني تنتقده ولا ما كنت إيه أنتقده أنتقده كان مو زين وأنتقده وأنتقده بوجهه ترى صدق صدق أبو حمد صدق قاعد تسويها ذربة وعبد الله وعبد الله هو مشكلة أبو صقر إذا عصب ونرفز يبين عليه يا أخي اسمع كلامي للآخر اسمع شيخ اسمع كلامي رد عليه لا رد علي أنا قلت كلمة قلت اول كنت تقول عنه جاسوس حولي الحين ما حد يتجرأ يقول انت الحين قلت ماني قايل غير مسار يعني كلامي صحيح صح يا ابو حميد انت تقول ما تقدرون ايه ما قول الحين شنو قول جاسوس حولي الرجل عدل عدل كلامي صح يا شادل شاف مصلحه الكويت وعلي يعني هو الاول الحين عدل ماشي مصلحه الكويت يعني كلامي صحيح حق الشيخ يعني كلامي صحيح.